Yo. Oh my god. السلام عليكم يا عصابة الرعب، أتمنى تكونوا بخير وفي حالة جيدة. من الشيء المرعب الذي وجد في الطريق إلى الشاب الذي دخل للكهف فحصل له شيء مرعب. سنقدم لكم في هذه الحلقة مشاهد لأشياء مرعبة صورت الكاميرا بالصدفة، فلنبدأ على بركة الله. دخل لمنجم مهجور، لكن ما وجده كان مرعبا. نشر شاب على الريديت فيديو مرعب أثار جدلا كبيرا. يقول الشاب بأنه صور هذا التسجيل عندما ذهب لوحده لاستكشاف منجم مهجور وسط الغابة يقال بأنه مسكون. المهم، عند دخول الشاب للمنجم في الأول كان كل شيء يمر بشكل عادي، لكن عند وصوله لمكان عميق جدا داخل المنجم فجأة حصل شيء مرعب تقشعر له الأبدان. فلنشاهد التسجيل. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. فجأة ظهر مخلوق أسود شفاف يشبه شكله البشر، ثم اختفى بعد ذلك وكأنه لم يكن موجودا. لم ينتبه الشاب لظهور ذلك المخلوق واستمر في استكشاف المنجم، ولم يره حتى شاهد الفيديو في وقت لاحق. وعندها أصيب بالصدمة والرعب عندما اكتشف بأنه كان قريبا جدا من هذا المخلوق المخيف. يعتقد بأن ما ظهر كان جنا متشكلا يسكن هذا المنجم المهجور، فما رأيكم؟ شاب كان في مترو أنفاق بمدينة نيويورك فرأى شخصا متشردا ينام على الأرض، فقرر الذهاب إليه لمساعدته. لكن ما حصل بعد ذلك كان غريبا وغير متوقع. فلنشاهد التسجيل. عدد كبير من الجرذان كانت تحت غطاء الشخص المتشرد النائم في الأرض. رغم غرابة المشهد، فمن المؤسف حقا رؤية بأنه لا زال في عالمنا أشخاص يعيشون في هذه الحالة المزرية جدا. It's a little shaky, 'cause I'm... What was that? Hello? نزل للقبول، لكن ما وجده كان مرعبا. الفيديو التالي نشره شاب على الريديت يقول بأنه كان لوحده في المنزل، وفي وقت متأخر من الليل سمع أصوات غريبة تأتي من القبوه. شعر الشاب بالخوف، لكنه في الآخر تشجع وقرر النزول للقبول لاستكشاف الأمر. لكن ما حصل كان مرعبا. فلنشاهد التسجيل. I
My hand's a little shaky because I'm scared right now. Hello? See, I heard like a clapping sound. So there's nobody. Hello? It's cold in here. What was that? Hello? شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. في الأول بدأ الشاب في سماع أصوات غريبة، بعد ذلك قفز الشاب من مكانه من شدة الرعب وهرب، عندما رأى في الحائط وجها بملامح مخيفة ينظر إليها. يقول الشاب بأن هذا لم يكن بملصق في الحائط أو تمثال، بل كان وجها حقيقيا يتحرك، ويعتقد بأن هذا القبو مسكون، فما رأيكم؟ رجل كان يتجول رفقة ابنته وكلبه في الليل، وبينما كان يصور كلبه وهو يلعب، فجأة توقفت ابنته عن المشي وأخبرته بأنها رأت مخلوقا يحلق في الجهة المقابلة. لم يصدق الرجل ما قالته ابنته، معتقدا بأن هذه ليست سوى تهيؤات. لكن في وقت لاحق، عندما كان يشاهد ما صوره في تلك الليلة، رأى شيئا مخيفا ولا يصدق. فلنشاهد التسجيل. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. ظهر مخلوق أسود يشبه شكله البشر، كان يحلق بين المباني. كان ذلك المخلوق أسودا بالكامل وشبه شفاف. بعد مشاهدة الرجل لما صورته الكاميرا، تأكد بأن ما كانت تقوله ابنته كان حقيقيا، ويعتقد بأن ما ظهر له علاقة بالجن والخوارق وليس ببشر عادي. فما رأيكم؟ Oh, holy shit! God, I cannot believe that! Dude, his face just appeared right there! دخل للغابة في الليل، لكن ما وجده كان مرعبا. يعود هذا الفيديو لشهر أكتوبر من سنة 2023، وقد صوره شاب أمريكي لديه قناة على اليوتيوب، يذهب لوحده دائما لاستكشاف الأماكن المهجورة والمخيفة. في هذه المرة قرر الذهاب لاستكشاف غابة مشهورة في مينيسوتا، حيث أن العديد من الناس قالوا بأنهم سمعوا أصواتا غريبة ورأوا أشياء غريبة ومخيفة عند دخولهم هذه الغابة. لذلك قرر الشاب الذهاب بنفسه للتأكد مما يقال. وبينما كان يمشي لوحده وسط الغابة، فجأة حصل هذا الشيء. Man, walking through these woods, I feel like anything could just pop out at me right now. Like, from anywhere. Bears, Bigfoot, ghosts, anything. Okay.
I'm going crazy. I thought I heard something behind me. Hello? Who's over there? I don't know, maybe I'm just paranoid. I thought I heard something, but I'm not sure. Oh, holy shit! Okay. Alright. Okay, I don't know, man. Maybe I'm not going crazy. I don't know if I should try this, but I'm gonna try walking backwards because I want to see what's coming up behind me. Honestly, I don't even like walking backwards because I don't know what's ahead of me. Is there somebody out here with me? Oh my god! Holy shit! That scared me so bad. That was a straight up voice. From thin air. It was as if somebody was standing like right there. Hello? I'm actually not gonna say anything this time. I'm actually just gonna listen. Oh my god, I'm hearing all kinds of things over here. It sounds like voices. But they're so faint. سمع الشاب صوت خطوات أقدام خلفه تماما كانت تلاحقها، وبدأ في سماع أصوات غريبة. شعر الشاب بالخوف لكنه تشجع وقرر إكمال استكشاف المكان، لكن ما حصل بعد ذلك كان مرعبا تقشعر له الأبدان. فلنشاهد التسجيل. Okay. I start talking. It sounded like a male voice. Could you speak again? Oh my god! Dude, that was a face! I just seen a face! That was a glowing face! شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. Oh my god, I cannot believe that! Dude, his face just appeared right there! Right there! Oh my god, that was one of the craziest things I've ever seen! It's one thing to see a light, a mist, even a shadow, but a face? A face! It looked like a man, too. It looked like a Native American man. في الأول بدأ في سماع صوت يشبه صوت رجل يتحدث، وفجأة ظهر له وجه شفاف يشبه وجه رجل، ثم اختفى بعد ذلك في لمح البصر. يقول الشاب بأن هذه الغابة يوجد بها العديد من القبور القديمة جدا لسكان أمريكا الأصليين، لذلك يعتقد بأن تلك الأصوات وما ظهر له علاقة بتلك القبور، فما رأيكم؟ انتشرت مؤخرا العديد من التسجيلات لأشخاص صوروا بالصدفة ظواهر غريبة لا يصدقها العقل، وسنعرض لكم الآن بعضا من أشهر هذه التسجيلات. المشهد الأول صوره رجل يقول بأنه لاحظ شيئا غريبا يحصل في السماء. What the f*** happened with the sky? It broke. Why is New Mexico this f***ing obvious on our weather? You can either have a sunny day or a cloudy day. But why is it obvious? What the f*** is going on, bro? This is weird. The
السماء تبدو وكأنها قد قسمت لنصفين بخط مستقيم. إن كان لديكم تفسير لهذه الظاهرة فالمرجو أن تفيدونا في التعليقات. المشهد الثاني صورته امرأة بالصدفة وتقول بأن حيوانا ظهر فجأة وسط الطريق بشكل غريب. I am witnessing a glitch in the matrix, and I swear to God, if this squirrel doesn't come back out, I'm gonna have a panic attack because, see, do you see his nose? I'm not going crazy. Oh my God, wait, stop it. There's nothing there. There's not a grate there. There's not a f***ing grate there. Where did this bitch just come from? What the f***? He just came out of nothing! لا توجد لا حفرة ولا فتحة في الطريق لكي يخرج منها هذا السنجاب، ويبدو كما لو أنه ظهر فجأة من العدم. مؤخرا في الصين تم تصوير ظاهرة غريبة ومرعبة لم يجدوا لها تفسير. التسجيل الأول صوره رجل كان يقود السيارة، ففي الأول كانت السماء صافية والجو هادئة، وفجأة تغير كل شيء وأصبحت السماء غائمة والرياح قوية، وبالصدفة صور الرجل شيئا مخيفا ولا يصدق. فلنشاهد التسجيل. 一个大雷给这楼全给那干成活化了，这啥情况啊？ ！哎呦我操！ شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. فجأة ظهر طائر ضخم يحلق في السماء يشبه شكله التنين. بعد ذلك جاءت من السماء شرارة قوية وضخمة من النيران متجهة نحو الأسفل. ما جعل هذا التسجيل يعتبر حقيقيا هو أن هذا الشيء صوره العديد من الناس من أماكن مختلفة، وسنعرض لكم الآن بعضا من تلك التسجيلات. الفيديو انتشر بشكل جنوني واختلفت النظريات والتفسيرات حولها، لكن النظرية الأكثر انتشارا تقول بأن النيران القوية التي ظهرت لها علاقة بالطائر الضخم الذي يشبه التنين. فما رأيكم؟ الفيديو التالي نشره رجل على الريدس وقد أثار جدلا كبيرا. يقول صاحب الفيديو بأنه استيقظ من النوم بعد أن أحس بشيء ما يتحرك تحت فراشه، فحمل الكاميرا وصور هذا الشيء الغريب.
شيء ما يتحرك تحت الفراش بطريقة غريبة، لكن عندما يرفع الرجل الغطاء لا يجد أي شيء أسفلها. كان الرجل خائفا ومندهشا مما يحصل، ولم يجد تفسيرا منطقيا لهذا الشيء. إذن ما تفسيركم لما ظهر؟